طيب بالنسبة لي المحاضرة التانية بتتكلم، طبعا انت عندكم فولدر هنا اسمه لينير ريجريشن جوه النوت بوكس دي، فهبدأ اشتغل دلوقتي على سيمبل لينير ريجريشن ده. هنا عاوزين نكاري الداتا داتا سيت باستخدام الراندوم فانكشن او باستخدام الراندوم كلاس، يعني نكاري الداتا سيت فيها فيتشر واحدة اللي هو الإكس والواي بتاعتها، وعاوزين نشتغل عليها بطريقة الانريكيشن ونشوف كده نرسم الخط اللي هيطلع في الآخر هيبقى شكله عامل إزاي. طبعا في الأول خالص إحنا عندنا شوية مكتبات كده هنستعين بيها، النمباي والماتبلوتليب عشان نرسم الخط اللي إحنا اللي هو هيعمل فيت على الداتا سيت. هنعمل امبورت للانريكيشن، ودي الكلاس اللي هي موجودة في الموديول اللي اسمه لينير موديل اللي موجود في المكتبة اللي اسمها الاسكيلر. ماشي، هنستخدم الترين تيست سبليت اللي هو بيقسم الداتا بتاعتي الى جزئين، جزء للتريننج جزء للتيستنج. هنستخدم المين سكوير ايرور اللي هو بيحسب لي في الاخر قيمة الايرور هتبقى كام بالظبط، عشان بيزد على القيمة دي انا هشوف الانيريشن ده اشتغل على التيست دي بشكل كويس ولا مش ايه ولا مش كويس. طيب فعاوزين دلوقتي نكاري الداتا، فطبعا عارفين خلاص ان نكاري الداتا طريقة الراندوم ازاي. انا هنا بكل بساطة يعني بقول له اكس بتساوي 2 في ان بي دوت راندوم دوت راند 101، كده انا بقول له هات لي قيمة في رينج من 0 الى 1، بس انا عاوز 100 قيمة، وال 100 قيمة دولت بس كل مرة تضرب لي القيمة ديت كل قيمة هتجيبها لي تضربها في ايه؟ تضربها في 2، وتخزن لي الكلام ده في الايه؟ في الاكس. نفس الكلام بالنسبة للواي، كأني بعمل معادلة كده، المعادلة دي بتساوي 4 بلس 3 في اكس اللي هو قيمة الاكس اللي انت جبتها فوق اصلا، بلس ان بي دوت راندوم دوت راند انت 100 وايه وواحد برضه، يعني هات لي برضه هنا قيمة في رينج من 0 الى 1. طبعا عارفين خلاص ان برضه الواحد ده مش هيكون موجود معايا في الرينج، هو لازم تكون قيمة اقل من الواحد، يعني قيمة في رينج من 0 الى 1. واحد ده اكسكلوسيف، لكن الزيرو هو انكلوسيف، يعني ممكن يكون في قيم 0 بس مش هينفع نجيب لك قيمة ايه واحد، بس احنا عاوزين 100 قيمة يعني. طيب فالمعادلة دي بتحس ان هي معادلة فيها قيمة هنا اللي هي 4 بلس 3 مضروبة في القيمة اللي فوق دي كده، ماشي، بلس برضو نفس القيم اللي انت ايه تعمل لها اكستراكشن فين في الجزء ده. ليه؟ لان هنا انا عملت حاجة اسمها ان بي دوت راندوم دوت سيد عشان يجيب لي نفس القيم الموجودة فوق، هي ايه هي نفس القيم اللي هتيجي هنا كده. طيب تعال نشوف يعني الكلام ده هيبقى شكله عامل ازاي لو انا جيت اطبع. طبعا لو انت بترن الكلام ده كده بترن سيل باي سيل، لو انت عاوز ترن السيلز كلها فانت بتقول له ايه رن اول. طيب انا عاوز اشوف القيم اللي هي بتاعت الاكس ديت، اشوف مثلا اول 10 فيهم، فانا ممكن اقول له هات لي بس من الاول لحد 10، يعني من 0 لحد 9، يعني هو الاندكس من 0 لحد 9، فدي القيم اللي هي ايه اللي هي موجوده في الاكس من 0 لحد 9. طبعا زي ما انت شايف ان القيم دي لوحدها مضروبه كل قيمه في 2، فادت لك الايه ادت لك الرينجات دي اللي القيم انت شايفها دي كده. الواي برضو لو انت عاوز تشوف منها اول 10 فانت ممكن نشوفها بقى ايه بهذا الشكل، فدي القيم طبعا كبيره شويه لان في 4 والقيمه بتاعه الاكس دي مضروبه في 3، وبعد كده بنزود عليها قيم في الرينج اللي انا ايه اللي انا جبته من 0 الى 1. طيب بعد كده بنحتاج ان احنا نعمل سبليتنج للداتا سيت الى تيست وتريننج. فمثلا استخدمنا هنا الترين تيست سبليت، ده عباره عن فانكشن كده موجوده في الاسك ليرن برضو، لو جينا بصينا فوق كده موجوده في الموديل سيلكشن، ماشي، ده المكتبه وده الموديول وده الكلاس، فانا ممكن استخدمها بهذا الشكل، ابعت لها بس الاكس والواي واقول لها انا عاوز التيست سايز بتاعي يكون كام، تيست سايز ب 2 من 10، يعني استخدم لي 20% للتيست وال 80% الباقيين احطهم في التريننج. طبعا الداله دي بترجع اربع حاجات، بترجع اللي هو الاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي ايه والواي تيست. طيب لو احنا عملنا برضو في الاخر هنا في حاجه اسمها راندوم ستيب بتساوي 0، لان التقسيمه دي كل مره عاوزها نفس التقسيم، يعني اللي انت تاخده ال 20% للتستنج هما نفسهم كل مره تاخدهم ايه 20% لايه للتستنج. طيب طبعا لو انت عاوز تشوف بقى الاكس ترين دي فيها ايه والاكس تيست فيها ايه، فانت ممكن لو انت عاوز تشوف يعني تعرف الشيب بتاع كل واحده فيهم شكله عامل ازاي،
ممكن تقول هنا مثلا اكس ترين دوت شيب، فيقول لك ان انا عندي هنا 80 وايه 80 واحد. ليه واحد؟ لان انا عندي ايه، انا عندي فيتشر واحده بس. ماشي. طيب لو انت قلت له هنا مثلا انا عاوز الواي، الواي ترين دوت شيب، ده طبعا هيطلع لك 80 80 واحد برضو. ليه؟ لان هنا برضو ايه، هنا كل قيمه من الاكس قصاد قيمه من الواي. ماشي. نفس الكلام هيكون في الاكس تيست والواي تيست. خلاص. لو افترضنا ان انت عندك 100 قيمه، فطبعا انت هنا قلت له 2 من 10 يعني 20%، فالمفروض يكون في 80. ادي 80 بتوعنا، وال 20 في ال 20 التانيين اللي هم بتوع مين؟ بتوع التستنج. طيب عشان اكريت اللينير ريجريشن بكل بساطه، انت بتيجي بشكل بسيط جدا بتقول له الموديل بيساوي لينير ريجريشن. طبعا انت عامل امبورت برضه لينير ريجريشن فوق، ادي الكلاس بتاع لينير ريجريشن اللي هو من الموديول اللي اسمه لينير موديل اللي موجود في المكتبه اللي اسمها اسكلير. وبعد كده بتقول له الموديل دوت فيت، وتدي له الاكس ترين والايه والواي ترين. المرحله دي او السطر البسيط ده كده كده بيبدا يعمل تريننج، اللي هو بقى الايه الاتريشنز اللي احنا اتكلمنا عليها باستخدام الجريد اند ديسنت. ويبدا كل مره، اول مره خالص بيحط قيمه راندوم دي سيتا 0 سيتا 1، ويبدا يجرب لحد ما يوصل الى افضل قيمه للكوست فانكشن. ماشي. مفيش تحسن عنها، فبيبدا ان هو يقف عنها يعني. بعد كده بقول له ايه، انا عملت خلاص تريننج، فانا بقول له دلوقتي بريدكت ليه الاكس تيست. طيب الاكس تيست ديت اللي هي مين؟ اللي هم فيهم 20 قيمه اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. هنا بسميها واي بريدكت. انا قلت له هنا واي بريدكت يساوي موديل دوت بريدكت الاكس تيست. ماشي. بس خلي بالك ان احنا عندنا اصلا الواي تيست الحقيقيه اللي موجوده فوق دي، انا عارفها، ده الواي تيست الحقيقيه، ودي الواي ايه، ودي الواي المتوقعه. ماشي. طيب لو انا جيت مثلا قسمت الداتا خلاص، ادي التقسيم، وجيت هنا اعمل فيتنج، وجيت اعمل برضو بريدكشن، وجيت هنا قلت له ايه، لو انا عاوز ازود كود هنا مثلا اقول له ايه، انا عاوز اشوف اول 10 قيم من الواي بريدكشن. ماشي. ادي اول 10 قيم من الواي بريدكشن اهو. لو انا عاوز برضو اقارن ما بينها وما بين الواي تيست، ادي اول 10 قيم من الواي تيست، وممكن تحطهم قدامك كده وتشوف بقى ايه، تشوف ايه الفرق بين كل واحد والتاني. ده مثلا ده الواي بريدكشن، يعني الموديل بتاعي طلع لي ان القيمه الاولى المفروض تكون 5 و1 من 10، بس القيمه الحقيقيه بتاعتي 4 و4 من 10. القيمه التانيه طلعت هنا 7 و3 من 10، والقيمه الحقيقيه المفروض 6 و1 من 10، والمفروض القيمه المتوقعه هنا طلعت 7 و8 من 10، هنا طلعت ب 8 و8 بالظبط يعني. ماشي. فدي طبعا قريبه شويه، الخمسه اللي بعدها برضو قريبه جدا من الخمسه اللي بعدها. بعد كده دي 3، دي 4.5، دي 3.5، ديت 7، ديت عباره عن 8. فهتحس ان في برضو فرق ما بين ده وده، لان ده مش افضل حاجه يعني احنا بنطبقها على ال الداتا سيت الموجوده، لان الداتا سيت برضو احنا مكرتنا بايدينا يعني، مش داتا سيت حقيقيه يعني. طيب بس لو احنا عاوزين نحكم على الموديل ده كده، لازم تحكم على الموديل باستخدام طرق انت المفروض عارفها. الطرق دي اللي هي انواع الايرورز اللي انت ممكن تستخدمها. فطبعا في عندك معادله اسمها المين سكوير ايرور، كلنا عارفينها. المين سكوير ايرور دي بتاخد الواي تيست والواي بريدكشن وتطبق عليها المعادله بتاعه الايه، اللي هو الجذر، جذر الفرق بين الاثنين دول. فطبعا لو انت عاوز تشوف المعادلات دي هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، هي المين سكوير ايرور والار سكوير، اللي هي بتقيس الكفاءه بتاعه الموديل بالطريقه اللي احنا ايه، اللي احنا مش شايفينها دي. طيب المين سكوير ايرور انت بتدي له واي تيست، دي الواي الحقيقيه، والواي بريدكت اللي هي الواي المتوقعه، بيبدا يحسب لك الايه، قيمه الايرور ما بين الاثنين دول بكام بالظبط. فهنا طلع القيمه بكام؟ واحد. يعني واحد ديت قريبه شويه الى زيرو، يعني مش قيمه وحشه قوي يعني، فالواحد مقبوله الى حد ما يعني. خلاص. لو انا عاوز اشوف اللاين اللي هو الفيتد مع الداتا سيت بتاعتي، اشوف هو بيفيت بشكل كويس ولا لا، فممكن نرسمه. اللاين اهو، ده اللي هو المعادله اللي احنا المفروض طلعناها باستخدام اللينير ريجريشن، وعملنا لها رسم على الداتا سيت زي ما احنا شايفين كده. النقط الزرقاء دي هي التريننج داتا، والنقط الحمراء هي التست داتا، وده ريجريشن لاين طبعا الايه اللي احنا رسمناه. طيب احنا رسمنا الكلام ده ازاي؟ طبعا احنا برضو درسنا قبل كده المات بلوتليب. فاحنا هنرسم دلوقتي ايه، هنستخدم السكاتر، لان السكاتر ده هو اللي بيرسم النقط دي. فانا هقول له هنا بلوت دوت سكاتر. طبعا بلوت دي انت واخد اصلا فوق، انت عامل فوق خالص، قلت له هنا امبورت مات بلوتليب دوت باي بلوت از ايه، از بي ال تي. طيب يبقى انا كده هستخدم ايه، البلوت دوت سكاتر. ده السكاتر،
اللي هي النقط اللي احنا ايه هنرسمها دي. طب هنرسم نقط ما بين مين ومين؟ ما بين الاكس ترين والواي ترين، ماشي. هيكون الاكس ترين والواي ترين، ده هيكون يعني الاكس ترين هنا والواي ترين هيكون هنا كده، بالنقط اللي هي الايه البلو. قلت له الكالر بتاعك هيكون بلو، الليبل بتاعك هيكون ايه تريننج داتا. فهتلاقي هنا قيمه التريننج داتا دي اللي هي الازرق دي، فبيقول لك ان كل النقط اللي هي الزرقاء دي خاصه بالتريننج، ماشي، ما بين الاكس والواي بقى. يعني ده الرسمه الاولى. الرسمه الثانيه في نفس البلوت، فهنا بقول له برده ارسم لي علاقه بين الاكس تيست والواي تيست، بس هنا خلي لي الكالر بتاعك يكون ريد والليبل بتاعك يكون بالتستنج داتا. ادي التستنج داتا اهو، كل الالوان الحمراء هي هتكون تبع مين؟ هتكون تبع التست داتا. وهنا بقول له ايه؟ هنا بقول له بلوت للاكس الاكس تيست والواي بريدكشن. ده مين بقى؟ الاكس تيست ده اللي هو المفروض الاكس اللي هي الانبوتس بتاعت التستنج اللي انا المفروض هتست بيها يعني، والواي بريدكشن اللي هي طلعت من خلال ايه؟ من خلال الموديل، ماشي؟ بس دي طبعا دي الحقيقيه، ده القيم الحقيقيه، ده الانبوت اللي هو الاكس، وده الاوتبوت الحقيقي بتاعه. فانا رسمت علاقه بينهم باللون الايه؟ باللون الايه؟ الاحمر، ماشي؟ هنا انا بعمل ايه؟ انا عاوز ارسم لاين. عاوز ارسم لاين بهذا الشكل. اللاين ده انا بستخدم فيه الايه؟ البلوت. بستخدم بلوت، فانا بقول له هنا ارسم لي بلوت او ارسم لي لاين علاقه ما بين الاكس تيست والواي بريدكشن. اللي هي الاكس تيست ده اللي هو التيست، يعني التيست سيت بتاعتي اللي هم ال 20 قيمه، والواي بريدكشن اللي هو ايه؟ الواي اللي طلعت من خلال الموديل. والكالر بتاعك هيكون جرين اللي هو اللون الاخضر ده كده، ماشي. اللاين ويدث ده اللي هو يعني السمك بتاع اللاين نفسه يكون باتنين زي ما انت شايف كده، والليبل ده يكون هو ايه ريجريشن لاين اللي هو ايه اللي هو هينكتب هنا كده، ده الليبل. طيب حط لي بقى كل الاجزاء اللي تحت دي اسمها اكس، والاجزاء اللي على الشمال دي اسمها الواي اللي هو الاكس اكسس يعني والواي اكسس، ماشي، اللي هو الاكس ليبل والواي ليبل. وهتعمل لي ليجند اللي هو هترسم لي الشكل ده كده، ده الليجند بتاعي. والتايتل بتاعك اللي هو لينير ريجريشن اكزامبل، وتعمل لي شو للبلوت اللي انت ايه اللي انت رسمته ده كده. فطبعا هيظهر رسمة بهذا الشكل زي ما احنا شايفين كده. عرفنا خلاص ان الالوان الزرقاء دي بتاعه تريننج، والاحمر بتاع التستنج، واللاين ده بتاع الايه البريدكشن لاين اللي طلع من خلال الايه اللينير ريجريشن موديل. وزي ما احنا شايفين هتلاقي ان اللينير موديل بتاعك بيفت على الداتا وهي ماشيه في نفس الاتجاه اللي انت ايه اللي انت شغال عليه. لحد هنا كده فيها مشكله؟ ده سيمبل يعني اكزامبل بطريقه بسيطه جدا. في اي مشكله هنا كده؟ لو احنا جينا ايه بقى نشتغل على داتا سيت حقيقيه، الداتا سيت دي اسمها تي في ماركتنج، موجوده في ملف اسمه تي في ماركتنج دوت سي اس في. الداتا دي فيها حاجه اسمها تي في، ماشي، اللي هو المودلز مثلا، الموديل بتاع التي في مثلا والمبيعات بتاعته مثلا. فانا عندي برضو الاكس وعندي الواي بتاعتها. لو انا عاوز اشتغل على الكلام ده باستخدام لينير ريجريشن، احنا طبعا شغالين هنا على كولاب. لو انت عاوز تكونكت على داتا سيت اللي انت بتشتغل عليها على كولاب دي، فعادي جدا زي ما انا قلت قبل كده برضو، عشان تمبورت داتا سيت يعني ديت وتشتغل معاك صح، يا اما تعمل لها ابلود هنا كده، يا اما ايه يا اما تعمل ماونت على جوجل درايف ده. طيب ده نوع من انواع برضو السيمبل لينير ريجريشن، بيشتغل على داتا سيت البسيطه اللي انت شايفها دي كده، وده اللينك بتاعها موجود على كاجل، ماشي. بيقول لك هنا ان انا بكونسيدر سيلز بيزد اون على تي في ماركتنج بادجت، دي البادجت بتاعتي وعدد السيلز بتاعتك بتاعت كل تي في موجود. فانا عندي هنا تو كولومز بس فيتشر واحد، وعاوزين نبيلد لينير ريجريشن موديل تو بريدكت السيلز، عشان بريدكت السيلز ديت يوزنج التي في از بريدكتور فاريبل. طيب طبعا في الاول خالص هنعمل امبورت للبانداس لايبرري اللي هو امبورت بانداس اس بي دي. ليه؟ عشان نقرا ملف اللي اسمه تي في ماركتنج دوت سي اس في، لازم نقراه عن طريق استخدام البانداس. فبقول له هنا بيل دوت ريد سي اس في وببعت له الملف. طبعا لو انا جيت عملت هنا اصلا ران مش هيشتغل معايا، لان اصلا انا مش هرفع الملف هنا كده، ماشي. فلازم ترفعه يا اما تعمل ماونت على الدرايف. فتعال نعمل ماونت على الدرايف افضل. انا باجي بكليك على الجزء ده كده، ماشي، فبيبني لي ايه، بيعمل لي هنا فروم جوجل دوت كولاب امبورت درايف، بعمل درايف دوت ماونت عشان يكونكت على الدرايف بتاعي. طيب هنا بتبدأ تختار الاكونت بتاعك،
كل الخطوات دي كلها الناس كلها عارفاها يعني، كونتينيو كونتينيو كده مفيش اي مشكله. وبعد ما تخلص الكلام ده طبعا لازم تعمل تشينج دايركتري لمين؟ للفولدر اللي انت هتشوف فيه الايه، هتشوف فيه الداتا سيت دي، يا اما تحط هنا الباص كامل، بس طبعا يفضل ان تعمل سي دي افضل يعني. فهنيجي هنا كده هتلاقي الدرايف بقى موجود عندك، تفتح الكلام ده هتلاقي ان انت عندك هنا الفولدر اللي احنا شغالين عليه اللي اسمه ماشين ليرنينج 2024. وتيجي هنا كده هتلاقي في عندك حاجة اسمها النوت بوكس، هتلاقي في عندك حاجة اسمها الانرجيشن. انا هاخد الباص ده كده واجي احطه هنا كده، ماشي كده انا كونكتد على الايه الفولدر ده كده، فاقدر اقرا الايه اقرا الملف ده كده بشكل ايه بسيط جدا اهو كده. انا وقفت على الفولدر اللي هو الفولدر اللي هو النيريجيشن ده، ابدا بعد كده اعمل امبورت عادي جدا، ابدا بعد كده اقرا الملف بشكل بسيط جدا مفيش اي مشكله هنا كده. بعد كده عاوزين نطبع مثلا اول 5 رو، فانا بقول له هنا advertising dot head. طبعا اخدنا الكلام ده قبل كده، نحولنا الكلام ده الى بانداس اصلا يعني، بقى عباره عن داتا فريم دلوقتي. فالداتا فريم دي ممكن نطبق فيها جميع انواع الفانكشنز الموجوده في البانداس. فانا لو قلت له هنا ادفرتايزنج دوت هيد هيطبع لك اول 5 ايه اول 5 رو كده عشان نشوف شكلهم عامل ازاي. فانا عندي هنا تي في وعندي سيلز، ادي اول 5 موجودين. لو قلت لك هنا مثلا التيل فانا هتطبع لي اخر 5 موجودين عندي في، دول اخر 5 موجودين عندك في داتا سيت. هنا بعمل حاجه اسمها انفو عشان اشوف الانفورميشن بتاعتي شكلها عامل ازاي، ادي التي في ادي السيلز عندي هنا، مفيش حاجه ناقصه ماشي، والاتنين دول عباره عن ارقام بدون اي مشكله. بعد كده ادفرتايزنج دوت شيب عشان اشوف السايز بتاع الداتا سيت ديت عباره عن كام بالظبط، فبيقول لي هنا 202 يعني عندي 200 رو في عمودين او تو فيتشرز. في عندي داله اسمها ديسكرايب مختلفه عن انفو شويه، ديسكرايب دي بيجيب لك كل فيتشر ويجيب لك شويه ايه شويه ستاتستكس كده عنها، فبيقول لك ان الكاونت بتاعتك عباره عن 200 قيمه موجودين في التي في و200 قيمه موجودين في السيلز، المتوسط بتاعك 147، الستاندرد ديفيشن 85، المينيمم اقل قيمه موجوده عندي اللي هي 7 من 10، 25% بتتمركز حوالين 74 و3 من 10، 50% من الداتا فيها 149، 75% فيها 218، اعلى قيمه موجوده عندي 200 ايه 296. طبعا دي بتكون حاجات مهمه لو انت شغال على داتا سيت اصلا فيها حاجات ناقصه او فيها مشاكل، فانت ممكن تستعين بالايه بشويه الاحصائيات ديت عشان تفل الاجزاء الناقصه الموجوده عندك في الداتا سيت باستخدام شويه تكنيكس بتعتمد بقى على ستاندرد ديفيشن، وبتعتمد على المين، وبتعتمد على الكاونت المينيمم الماكسيمم الكلام ده كله. طيب لو انا عاوز اعمل فيجواليز للداتا سيت دي باستخدام البلوت، فانا بكل بساطه هقول له ادفرتايزنج. طبعا ادفرتايزنج دي ده اللي هو اصلا الاوبجكت اللي انا ماسكه باستخدام الداتا فريم، يعني انت وقفت قال كده هيقول لك ان ده اسمه داتا فريم اللي هو الادفرتايزنج. فانا ممكن اعمل بلوت باستخدام الداتا فريم نفسه، مش لازم استخدم المات بلوت ليب ماشي. فهنا بقول له الادفرتايزنج دوت بلوت، وبدي له هنا الاكس اللي هو الاكس اكسس بتاعي هيكون تي في، والواي هيكون هو ايه السيلز، والكايند بتاعك هيكون نوع ايه سكاتر اللي هي النقط اللي انت ايه اللي انت شايفها دي. طبعا هنا لازم تكتب هنا اسم الكولوم صح، يعني الاكس اللي هو التي في والواي اللي هو السيلز ده اسم الكولومز بتاعتك اصلا انت شغال عليه، لو كتبت هنا حاجه غلط مش هيشتغل معاك، لان هنا انت بتقول له اشتغل على داتا فريم دي وخد الاكس دي اللي هي اللي هو الكولوم اللي اسمه تي في، وخد الواي اللي اسمه ايه اللي اسمه سيلز، والكايند بتاعك اللي هو ايه اللي اسمه سكاتر، فتحس ان الداتا بتاعتك ماشيه في الاتجاه ده خلاص. طيب انت بقى عاوز تعمل دلوقتي عاوز تبرفورم سيمبل لينير ريجريشن، يعني عاوز توصل لايه برضو؟ لو انت شغال على اكتر من او الجنرال ايكويشن يعني بتاعت الموضوع لينير ريجريشن ده بتبقى عامله ازاي؟ بيقول لك ان المعادله بتاعتي الواي بتساوي سي ماشي اللي هو سيتا 0 بلس ام 1 في الاكس 1 اللي هو سيتا 1 في الاكس 1 سيتا 2 في اكس 2 سيتا ان في الايه في الاكس ايه اكس ان. السيتا هنا هو فرضها بام يعني مفيش اي مشكله. فبيقول لك الواي ده هو الريسبونس بتاعك، هو الاوت بتاعك، السي ده هو الانترسبت اللي هو انترسبت على الواي على الواي اكسس مع الاوريجن، والام 1 ده الكوفيشنت بتاع الفيرست فيتشر، والام ان بتاع الكوفيشنت بتاع الانس ايه الانس فيتشر، على حسب بقى انت عندك كام فيتشر موجوده يعني. بس في الكيس اللي احنا فيها دلوقتي دي انت عندك فيتشر واحده بس، ففيتشر واحده يبقى المعادله بتاعتك هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى الواي بتساوي سي اللي هو الواي انترسبت يعني بلس ام 1 في التي في. ام 1 ده بالنسبه لنا هو دلوقتي ايه
الكوفيشنت الخاص او الفيتشر او الفيتشر اللي احنا شغال عليها بتاعت مين؟ بتاعت التي في. احنا عاوزين نوصل لمين بقى؟ عاوزين نوصل لافضل قيمه للسي وافضل قيمه لايه؟ لام 1. ده الايه؟ ده الهدف بتاعنا. فالجنرال ستيبس بتاعتنا هنا عشان نبيلد الموديل باستخدام الاسكيلر، انت لازم تفصل الداتا بتاعتك الاول، تاخد جزء للانبوت وجزء الايه؟ للاوت. فطبعا انت تسال نفسك سؤال دلوقتي، مين الانبوت ومين الاوت؟ فطبعا بالنسبه لنا هنا التي في هو مين؟ هو الانبوت ماشي، والاوت بالنسبه لنا هو مين؟ هو السيلز. يبقى العمود الاولاني هو التي في والعمود الثاني هو مين؟ هو الاوت بتاعه. فانا بنسميهم دايما الاكس والايه؟ الاكس والواي. يبقى الاكس بالنسبه لنا هي الادفرتايزنج اوف التي في، كده هياخد اول كولوم ويخزنه عنده في الاكس زي ما احنا شايفين كده. انا هنا بقول له اكس دوت هيت بس عشان اشوف اول خمسه فيهم شكلهم عامل ازاي، فدول اول خمسه موجودين عندي في الفيتشر اسمها تي في. وهنا بقول له الواي دوت بتساوي ادفرتايزنج سيلز، هنا خد لي الكولوم الثاني واطبع لي اول خمسه برضه عشان اشوف شكلهم عامل ازاي. فده طبعا ايه؟ ده طبعا الريزلت بتاعت كانك قسمت كده الداتا بتاعتك الى جزء تريدنج جزء ايه؟ جزء تيست، لان الطبيعي ان انت بيكون عندك ديت سيت على بعضها يعني. فانت لازم تقسمها لجزء تريننج جزء ايه؟ قصدي اللي هو الانبوت والايه؟ والاوتبوت لوحده. فالانبوت ده هو الاكس والاوتبوت هو بالنسبه لنا هو مين؟ هو الواي. طيب هنيجي المرحله بعد كده اللي هو السبليتنج داتا انتو تريننج تيستنج سيت. فتشوف الطريقه المناسبه بالنسبه لك، طبعا لسه هناخد طرق كتير يعني اكتر من كده. فهنا بنستخدم ترين تيست سبليت وبقول له مثلا قسم لي الكلام ده مثلا الى 8 من 10 مثلا. فطبعا برضه نفس الكلام هياخد 20% من الداتا يخزنها في الاكس تيست والواي تيست، و80% من الداتا هيروح لمين؟ هيروح للاكس ترين والواي ايه؟ والواي ترين. طبعا خلي بالك ان هنا ده اسمه ترين سايز ماشي. في المرحله في الاكزامبل اللي قبل كده كنا قايلين تيست سايز، فانت ممكن تغير على حسب البارامتر اللي انت ايه بتبعته. فلو قلت له تيست سايز فتدي له السايز بتاع التيست، لو هنا قلت له ترين سايز فتدي له الايه؟ السايز بتاع الايه؟ بتاع الترين. وبرضه راندم ستيت اي قيمه عشان كل مره اقسم لك نفس القيمه دي طول ما انا شغال على الاكزامبل ده. طيب بعد ما قسمت الداتا بتاعتي هبدا اشوف الشيب بتاع كل واحد فيهم شكله عامل ازاي. هنا هتلاحظ ان انت عندك هنا 160 160 40 40. طبعا هنا في مشكله. في مشكله ايه؟ ان انت عندك اصلا الداتا سيت لما انت بتيجي تقراها، لما يكون عندك داتا سيت يعني سي اس في وتيجي تقراها، فبيقراها كفيكتور. انت عاوز ايه؟ انت عاوز تقراها كعمود، فلازم تحول الكلام ده الى 160 في 1 وده برضو يكون في 160 في 1. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ قصدي 160 في 1 و40 في 1، هو ده بتاع الاكس ترين وده بتاع مين؟ بتاع الاكس تيست. لازم يكون 160 في 1 و40 في ايه؟ في 1 عشان تقدر تشتغل بالمعدات بتاعتك لينير ريجريشن بدون اي مشكله. طيب هشتغل ازاي؟ لو جينا هنا كده هعمل الكلام ده ازاي؟ بيقول لك ان انا ممكن ازود الكولوم ده ازوده بهذا الشكل، يعني ازود الواحد اللي انا بتكلم فيه ده عشان يبقى بهذا الشكل كده 140 واحد و60 واحد. انت عملت بس اجيب ست فيها هون فيتشر واحده بس عشان تشوف شكلها عامل ازاي وتشوف انت هتقدر تشتغل عليها ايه؟ تحل المشكله دي ازاي؟ لان المشكله دي موجوده في الديت سيت اللي فيها فيتشر واحده بس، لكن لو انت عندك اكتر من فيتشر مش هيقابلك المشكله دي ماشي؟ طيب فانا هنا بقول له ان بي دوت نيو اكسس زود لي بس ايه اللي هو الجزء ده كده عشان يحولها من فيكتور الى ايه؟ الى كولوم ماشي؟ هيحول الجزء ده بتاع الاكس ترين دي يحولها من فيكتور الى كولوم باستخدام التكنيك البسيط ده، اللي هو خد لي كل القيم اللي موجوده عندي في الاكس ترين بس هتزود لي عليها بس ايه؟ النيو اكسس ده عشان يحط لك الواحد اللي انت شايفه ده كده. الواحد ده مش معناه ان انا بزود كولوم جديد، لا ده معناه ان انا بحول من فيكتور الى ايه؟ الى كولوم عشان اقدر اشتغل ايه؟ اشتغل على الكلام ده في لينير ريجريشن ماشي؟ او بكل بساطه بقى انكريز دايمنشن بتاعي من الفيكتور الى دايمنشن عادي جدا عشان اقدر ايه؟ اشتغل عليها برضه في اللينير ريجريشن. الكلام ده هعمله في الاكس ترين وهعمله في الايه؟ في الاكس تيست. لان هنا الكلام ده مش مظبوط، لازم يكون 160 في 1 يعني 160 رو في 1 كولوم ويكون هنا 40 رو في ايه؟ في 1 كولوم. لكن هنا زي ما انت شايف كده ده معناه ان 160 فاليو خلاص في ايه؟ في 1 فيكتور. والكلام ده مش ايه؟ مش هينفع يشتغل معايا في لينير ريجريشن لان في معادلات ماتريسيز هتتضرب، فلازم يكون عباره عن ايه؟ عن كولوم مش ايه؟ مش فيكتور. خلاص؟ فدي الايه؟ دي الفكره اللي احنا عملناها، ان هو بيبدا يحول الفيكتورز بتاعتي عشان تبقى شغاله بايه؟ بالطريقه دي. ايه اللي حصل هنا؟
هنا بيقول لك لازم تحولي الكلام ده الى اري الاول قبل ما تعمل الخطوه دي. مفيش اي مشكله يعني. هنقول له هنا الاكس ترين بيساوي ال ان بي دوت اري للاكس ترين والاكس تيست. ماشي كده يا جماعة. يبقى احنا كده بنحول الكلام ده الى اري الاول، لان طبعا انت بتطبق هنا ان بي، فعشان تطبق ان بي لازم يكون اصلا اكس ترين انت شغال عليها تكون ايه، تكون نوع من انواع النمباي اللي هو الاري اللي احنا بنشتغل عليه اصلا. ماشي. فانا حولت الاكس ترين دي الى اري الاول، وحولت الاكس تيست الى اري عشان اقدر اطبق على الايه الكلام ده. ماشي. وبعد كده عملنا الاكس ترين دوت شيب والاكس تيست دوت شيب والواي ترين دوت شيب والواي تيست دوت شيب، وطلعنا الايه الشكل الايه المظبوط اللي احنا عاوزينه بهذا الشكل. فده الشكل المقبول بالنسبه لنا، ده لو انا شغال على 1 فيتشر. لو انت شغال على 2 فيتشر المفروض يكون 160 في 2، المفروض تكون 40 في ايه في 2 عشان تقدر تشتغل عليها بالايه باللينير ريجريشن. طيب بعد كده بكل بساطه انا بعمل امبورت للينير ريجريشن الموجود في اللينير موديل اللي موجود في المكتبه بتاعه الاسكيلر. وبعد كده باخد اوبجكت من اللينير ريجريشن وبقول له ال ار دوت فيت اكس ترين واي ترين. ماشي كده بعمل مرحله التريننج. بعد ما عملت مرحلة التريننج لو انا عاوز اشوف الكوفيشنت بقى والانترسبت ده قيمته كام بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه فوق، اللي هو القيمة بتاعة السي ده الانترسبت، والقيمة بتاعة الام 1 ده الايه ده اللي هو السلوب بتاعي، او القيمة بتاعة السيتا ايه سيتا 1 اللي انا بدور عليها. فلو عاوز اوصل الى القيمتين دول كده ممكن اوصل لهم بكل بساطة، اقول له هنا اسم الموديل اللي انا عملت له فيتنج اصلا ال ار دوت انترسبت هيديك قيمة الايه 7.3 من 10. 7.3 من 10 دي قيمة الانترسبت بتاعتي او قيمة السيتا ايه السيتا زيرو يعني. وال ال ار دوت كوفيشنت، الكوفيشنت ده اللي هو القيمة الأولى اللي هي بتاعت سيتا 1، فهتديني هنا 4 من ايه 4 من 100. فأنت لو وصلت أصل القيمتين دول كده كده بقى معاك المعادلة اللي أنت المفروض هتطبقها. طيب المعادلة هتبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى الواي بتساوي القيمة اللي هنا دي، عشان أنا غريب بس الكلام ده أكتر من مرة. فالقيمة اللي هنا دي ممكن أعمل تريننج أهو، وبعد كده أعمل الانترسبت كده دي 7.2 من 10. فلو انت عاوز تعدل القيمة دي هتكون كام؟ دي هتكون 7.2 من 10 او 7.29 يعني، ممكن تاخدها زي ما هي كده كاملة ودي زي ما هي كده مثلا ماشي. فدي المعادلة اللي احنا المفروض نعتمد عليه اللي هو الواي بتساوي 7.29 100 بلس القيمة دي اللي هي بتاعت السيتا 1 مضروبه في قيمه التي في اللي انت بتسال عليها دلوقتي يعني. طيب لو انت عاوز تعمل بريدكشن انت بتستخدم برضه نفس الموديل اللي انت عملت له فيتنج اللي هو ال ار، وبتدي له تعمل بريدكشن وتبعت له مين؟ تبعت له الاكس تيست اللي انت هتست بيه. فطبعا هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك الواي بريدكشن. طيب الواي بريدكشن دي هتكون فيها ايه؟ الواي بريدكشن دي هتكون فيها البريدكتد اوتبوت من استخدام الايه؟ الاكس تيست. ماشي؟ طيب فانا دلوقتي قلت له انا هبعت لك الاكس تيست اهو، وهتعمل لي انت بريدكشن باستخدام الموديل اللي انت عملت له فيتنج فوق ده، وهترجع لي الواي بريدكشن اللي هيكون فيها الاوتبوت بتاعك هيتخزن في الواي بريدكشن. طيب دلوقتي لو احنا عاوزين نحكم على الموديل بتاعنا، طبعا انا مش هحكم بالكلام ده بالنظر يعني، انا لازم احكم على الكلام ده باستخدام معادلات تكون معروفه وايه وتكون مجربه قبل كده يعني. فانا هستخدم هنا اكتر من حاجه، ممكن استخدم هنا المين سكوير ايرور او الروت مين سكوير ايرور او حاجه اسمها الار اي ار سكوير. ماشي. بس طبعا قبل ما نحسب الكلام ده ممكن ان احنا ايه نشوف شويه حاجات كده في الاول يعني. ممكن ارسم علاقه ما بين الاكشوال والبريدكتد، ممكن ارسمها بهذا الشكل عشان اشوف اصلا الكيرف بتاعي بتاع الاكشوال هل ماشي مع البريدكتد ولا لا. دي حته مهمه جدا على فكره، لو انا عاوز اشوف الفرق ما بين الاكشوال والبريدكتد باستخدام رسمه زي اللي احنا شايفينها دي. طيب يعني ايه؟ يعني اللون الاحمر ده انا هستخدمه ده يكون واي بريدكشن بتاعتي اللي هي الواي اللي طلعت من الموديل، واللون الازرق ده هيكون هي الواي تيست الحقيقيه بتاعت ايه؟ بتاعت الداتا سيت اصلا.
وهرسمهم الاثنين مع بعض كده واشوف هل هم ماشيين مع بعض ولا بيحيدوا عن بعض، هل في فرق ما بين واحد والتاني وهكذا. خلاص؟ طيب بنرسمهم ازاي؟ هنا انا عملت طبعا لازم يكون في اندكس ثابت هنا، فانا بثبت اندكس بقول له مثلا الاندكس بتاعي هيكون من واحد لحد مثلا 61. ليه 61؟ لان انت عندك هنا ايه؟ انت عندك هنا الواي تيست اصلا بكام؟ الواي تيست فيها 60. انا هنا عملت دي 40، فانا هقول هنا ايه؟ هقول هنا 41، لان انا زودت 70% ل 80%، فخلي ديت 41 ايه؟ عشان يشتغل من رينج من واحد لحد 40. هنا ايه المشكلة؟ واي بريدكشن از نوت ديفايند. ادي الواي بريدكشن عملناش رم، وادي الواي تيست اهي كده رسم لي ايه رسمه اهو ما بين 40 قيمه اللي هم اصلا موجودين في التيست. ليه انا حطيت هنا من 1 لحد 41؟ لان انت عندك الواي تيست اصلا فيها كام؟ فيها 40 قيمه، فانا عاوز ارسم الاندكس بيبدا من 0 لحد كام؟ لحد 40 قيمه، 0 لحد 40 ماشي. فدي القيم بتاعتي اللي انا احطها في الاندكس تحت اهو ماشي. والسيلز بقى اللي هنا دي انا هحط بقى علاقه ما بين الاكشوال وما بين البريدكتد. طيب هرسم العلاقه ما بين الاكشوال والبريدكتد ازاي؟ هرسم كل واحد لوحده. فانا هقول له هنا اعمل لي فيجر، الفيجر ده اللي هو الفيجر اللي انت شايفه ده كده، فيجر فاضي لسه ما رسمتش فيه حاجه باستخدام البلوت مات بلوت ليب يعني. هنا بقول له بقى ايه ارسم لي اول حاجه بلوت، انا عاوزك ترسم لاينز ما بين السي، السي دي اللي هي مين؟ اللي هم القيم اللي انا ايه اللي هي الاندكسيز اللي انا حددتها لك، اللي هي من 0 او من 1 لحد 41. طبعا انا راسم هنا من اول واحد مش من 0، لان انا بادئ هنا بادئ بدايه ايه من 1 لحد 40 على طول. بعت لك هنا السي اللي هي من 1 لحد 40، كل قيمه من السي ده تحط لي قصادها القيمه من الواي تيست، الواي تيست الحقيقيه بتاعتك اللي انت ايه اللي انت عارفها ماشي. الكلر بتاعك هيكون بلو، اللاين ويدث هيكون ب2، اللاين ستايل هيكون بايه؟ بداش. الداش ده اللي هو يعني اللي هو رسمه اللاين نفسها تكون بايه؟ بداش يعني. طيب برضو هاخد نفس السي في القيمه الثانيه، بس هرسم علاقه ما بينها وبين مين؟ ما بين واي بريدكشن، اللي هو واي بريدكشن دي اللي هي مين اصلا؟ اللي هي الواي المتوقعه اللي طلعت من خلال الموديل نفسه، بس الكلر هنا هيكون بريد، واللاين ويدث هيكون ب2، واللاين ستايل بكذا كذا. انا بس الاختلاف هنا يكون ده ريد وده ايه؟ ده بلو. فالريد ده الاحمر ده بتاع مين؟ الاحمر ده بتاع الايه؟ الواي بريدكشن، والازرق ده بتاع الواي ايه؟ واي تيست، عشان نشوف بس الفرق بينهم شكلهم عامل ازاي؟ هل هم ماشيين مع بعض؟ هل في فرق ما بين كل قيمه والتانيه ولا لا؟ فطبعا انت ملاحظ هنا ان في فرق بسيط، يعني في فرق اللي هو ده يعني المفروض يمشوا على بعض بالظبط زي ما انت شايف كده، بس هتلاقي برضو ان في واحد بيحيد عن التاني شويه، مش ايه مش متطابقين يعني مع بعض بالظبط يعني. عشان كده هيديك حق ان ده مش طبعا مين سكوير اير بتاعه مش ايه مش احسن حاجه، لكن لو متطابقين مع بعض بالظبط فالمين سكوير اير بتاعه بيبقى كويس جدا، بيبقى قريب من ايه؟ قريب من الزيرو. ده لو انت عاوز تحكم على الموديل بطريقه نظريه. طيب بعد كده عملت ايه؟ قلت له ان التايتل بتاعك ده هيكون الاكشوال اند بريدكتد، والاكس ليبل هيكون اسمه اندكس، والوايت ليبل هيكون ايه اسمه سيلز. فالرسمه هتظهر بهذا الشكل اللي انت شايفه ده كده، ده لو انت عاوز تشوف بس العلاقه ما بين الواي بريدكشن والواي ايه والواي تيست. طيب لو انا عاوز ارسم الفرق ما بين الواي تيست والواي بريدكشن، ارسم الفرق بس ما بينهم واشوف شوف شكله عامل ازاي. فانا هنا هثبت برضو القيمه اللي انا اتفقت عليها اللي هي قيمه من 1 لحد 41 ماشي. انا غيرت هنا 41 ليه يا شباب؟ لان هنا انا كنت فوق عامل يعني النوت بوك الاصليه كانت معموله التست سيت اصلا كانت معموله 30% اللي هو كان 70% للتريننج و30% للتستنج، فانا خليتها 80% فبقى 20% بس للتستنج، فال 20% دول هم 40 قيمه اصلا. فانا قلت له هنا عاوز ابدا من 1 لحد برضه 40، اعمل لي بلوت كده ما بين السي والواي تيست ناقص الواي بريدكشن. ده لو انا عاوز اشوف بس الفرق ما بين الاثنين مع بعض في رسمه واحده ماشي. ده لو يهمك يعني الكلام ده ممكن ترسمه بايه؟ بهذا الشكل ماشي. طيب نيجي دلوقتي بقى عاوزين نحسب الاكيورسي بتاعت الموديل بتاعنا. طبعا انا هنا شغال على الريجريشن، فمفيش حاجه عندي اسمها مفيش حاجه هنا اسمها اكيورسي. طالما انا شغال على ريجريشن فانت لازم تشتغل على الانواع الايرورز اللي انت ايه المتاحه بالنسبه لك. طيب ايه انواع الايرورز المتاحه بالنسبه لك؟ في حاجه اسمها المين سكوير ايرور، في حاجه اسمها الار اللي هو الروت مين سكوير ايرور، في حاجه اسمها المين ابسولوت ايرور، في حاجه اسمها الار سكوير. انت ممكن تحسبها كده حاجه قريبه كده للاكيورسي، بتديك يعني حاجه احق كانك بتحسب اكيورسي يعني. هنشوف دلوقتي كل واحد من ده بيتحسب ازاي. فادخل على الاسكيلر دوت ماتريكس، دي الموديول اللي موجوده في المكتبه اللي اسمها الاسكيلر،
وهستخدم بقى الايه، استخدم مين سكوير ايرور، وهستخدم الار ايه، الار سكوير. ماشي. طيب بكل بساطه انا اقول له هنا المين سكوير ايرور، هبعت له الواي تيست والواي بريدكشن، هيديني الام اس اي اللي انا ايه اللي انا عاوز احسبه. خلاص. طيب لو انا جيت ارن الكلام ده، ده الام اس اي اتحسبت دلوقتي، وهحسب برضو حاجه اسمها الار 2 سكوير ما بين الواي تيست والواي بريدكشن، هعرف دلوقتي الكلام ده اتحسب ازاي، واجي اطبعهم الاثنين كده عشان نشوف القيم بتاعتهم شكلها عامل ازاي. فهتلاقي ان المين سكوير ايرور بتاعك قيمته 10، قيمه 10 دي قيمه سيئه جدا. ماشي. الار سكوير ايرور دي 67، 67 دي كانك بتحسب زي حاجه قريبه كده الاكيرسي، يعني كانها 67% والباقي كله غلط، يعني الباقي كله حسبه غلط. من ال 40 قيمه 67% منهم بس اللي طلعوا صح، والباقي كله ايه اتحسب غلط. ماشي. فطبعا ده ايه، ده نتيجه سيئه. طيب لو انت عاوز ترسم سكاتر كده الواي تيست والواي بريدكشن، علاقه بين الواي تيست والواي بريدكشن، ماشي، ممكن ترسمها برضو بهذا الشكل لو يهمك، يعني ترسم حاجه بهذا الشكل ممكن ترسمها. دلوقتي لو انا عاوز اشوف ايه بقى، ايه موضوع الار سكوير والمين سكوير ايرور ده، الار سكوير ده بيساوي 1 ناقص سميشن بتاع الواي اللي هي الواي الحقيقيه ناقص الواي المتوقعه تربيع على الواي على السميشن بتاع من واحد من اي برضو بتساوي 1 لحد ان الواي ناقص الواي ايه، ناقص الواي داش. الواي داش ده اللي هو المين او الـ او الافريج بتاع الاكشوال فاليوز اللي موجوده عندك في الايه، في الداتا سيت الاصليه اللي موجوده عندك في الاكس تيست يعني. فانت لو حسبت الافريج ده اللي هو الواي داش ده، وطبعا انت عندك الواي بريدكشن وعندك الواي الحقيقيه الموجوده عندك، والان ده هو النمبر اوف اوبزرفيشنز اللي هو عدد ال 40 قيمه اللي احنا ايه اللي احنا شغالين عليها، فانت ممكن تحسبها بالمعادله دي. المعادله دي هتديك حاجه كده قريبه من الاكيورسي، يعني هتحسب لك تديك قيمه كده في الميه كانها هي الاكيورسي بتاعتك في الريجريشن ده. المين سكوير ايرور المعادله بتاعته بسيطه انتوا عارفينها طبعا، اللي هو الواي ناقص الواي، الواي ديت اللي هي الواي الحقيقيه ناقص الواي المتوقع تربيع، وتبدا تقسم الكلام ده على ايه، على عددهم طبعا، ده نمبر اوف اوبزرفيشنز، ودي الواي اللي هي الاكشوال، وده الواي الايه اللي هي البريدكت. طبعا الاكزامبل ده مش احسن حاجه لان المين سكوير ايرور هنا قيمته عاليه، فانت المفروض تفكر ازاي انك تظبط القيمه دي عن طريق بقى انك تجرب سكيلينج، هتزود هنا سكيلينج مثلا، ودي هتكون التاسك بتاعكم انك تزود انواع سكيلينج معينه، انك تغير في نوع التست، التست سبليتنج يعني الكلام ده، خدوه كده كانها تاسك انت هتعملوها، هتغير في الانواع دي كده حتى لو انا ما خدتهاش معاكم، هتغير في الانواع دي تسيرش عليها وتغير فيها، هتزود سكيلينج، ماشي، انواع السكيلينج الموجوده وتشوف افضل نوع ايه بالظبط. ماشي. شوف انت ممكن تعمل ايه تاني من خلال الحاجات النظريه اللي احنا شرحناها قبل كده في الايه، في الماشين ليرنينج، بحيث ان احنا نعلي الايه، نعلي القيمه دي شويه او نقلل في المين سكوير ايرور اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده كده. لحد هنا كده في اي مشكله؟